المميز اليوم بفقرتنا هو زاوية الأكل اللي تعودنا عليها مع متذوق الأطعمة سرحان محميد اللي برجع لنا مع أكلات جديدة ومميزة. الشيف عمر علوان اليوم عملنا طبخة غريبة من نوعها عشان احنا جايين على مهرجان الشام، صح؟ صح. شو عملت لنا اليوم الطبخة الغريبة من نوعها؟ الطبخة الغريبة من نوعها لها عدة أسماء، الاسم الأول المفاجئ تطماجي. كوكماجي؟ تطماجي. اسمها تطماجي. تطماجي أو رقاق بعدس. رقاق بعدس؟ أو مشتاي بعدس. حلو. أو الاسم السوري اللي هي بتختلف شوية اللي بسموها حراء بصبع. بس أنت شو سويت فيها تويست للمناعة؟ إيه تويست احنا زدناها شوية كندورة مع شوية رومي مع شوية حار. إيه منظرها التركيبة تبعتها، منظرها حلو لعيني. طب العين توصي. تعالوا على جاردن كلو روشتاي بعدس. روشتاي بعدس، باي باي. يعني اشتقنا وكمان جوعنا. إلى هنا ننهي فقرة الهاشتاج لهذا الأسبوع. لاقتراحاتكم تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك برنامج الأسبوع. إلى اللقاء.